اهلا في الحلقة هاي. هاي الحلقة بدايتها هجوم الصراحة، يعني شي يغث. مر مفرم ورا الادارة، بس كم بيتحملون هاي المساكين؟ كم بيتحملون؟ خبروني، خلنا نتقل الادارة بعد لفة. لازم نهجم عليهم هاي، ما اعرف الصراحة، لازم نهجم عليهم، ما في حل ثاني. بس نبغى دبابة، عندي دبابة سويتها ما اعرف وين فريتها كالعادة. المهم خلى هناك بيدافعون عن عمر رمالي. انا اتوقع اوكي امورهم طيبة، ما في مشاكل. نزيد، وين كنا نحن؟ احنا كنا في انتاج العنصر الاخير، مديت لكم تانكي انا، واللي هو مفروض يكون ال شو اسمه مالنا، هذا يبغى له سلفر. سوري، يبغى له سلفر. يعني بشيل كيميكال بلانت واحد هني، مو هني اثنين، بحط كيميكال بلانت ثاني. اوكي، وعلى اساس اني اسوي صديقنا، سوي هذا محتاج سلفر وايرون بليتس، وعلى اساس هذا سويت السلفر وماي بعد. اساس نسوي سلفر، نحن بسوي سلفر يا جماعة. انا شو قاعد اسوي؟ حلو 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 حلو. ليش حلو اقول؟ لان الماي رمي بمن تحت، ما داعي يتعقد، لان البيبات هني اذا حطيتهم غلط ممكن اوقف المصنع كامل، ممكن المصنع كامل يتوقف خلاص، مع السلامة يقول المصنع، ما في مرحمين. يعني هاي بماي، ويبقى خلصنا الارمز اللي عندي يا جماعة الخير. خلصنا خلنا نحط الحين في بشكل مؤقت هذا. زين، بيب هني وبيب هني، هذا الانتاج مالي. ونبى ماي صح؟ تقولون ليش اضحك؟ لان الوضع هني منتهي. زين، الوضع مش منتهي، اكثر من منتهي. اذا احط شيء غلط هني ممكن اوقف المصنع كله، فما ابقى اي لمرحلة اني اوقف المصنع كامل الصراحة. انا شو ابى اسوي؟ ابى احط لوجيستيك تيست اللي هو هني، ان هذا ينتج هني وهذا انتاج يعقى داخل، ونيب ماء من عنده. ترى هني تبدأ المصايب، هني المصايب كلها في التشكيلات هاي. اذا قعدنا نحط شغلات غلط كلها بيجي بالعيد. الحين يبالي البليت اللي قلت ما ابغى هناك، الحين ابغى، بس استوى عندي نقص انا هني. هل كلهم شغالين؟ مش كلهم شغالين، ترى مش كلهم قاعد يوصل لهم حديد. ترى والله قاعد يحطي، ها شوفوا، بس هذا اللاين شكله ما يكفي. ترى شوفوا قاعد يحطون حديد قد ما يقدرون، بس بعد فل. يعني شوفوا لو تقولون الاذرع مثلا فيها شيء، لا الاذرع فل، ترى شغالين ماكسيمم باور. فالفلود مالنا وضعه صعب، والخطار ترى فل انا متاكد. زين، لو اشيل واحد هذا، خلنا نشوف السريع شو يصير. نفس الشيء بيتريه، لان هذا الخط مو بسريع، فشكله هذا الخط شو بنسوي فيه اساس انه سرعه؟
الحين بنستعمل بلت السريع حقه. هذا مكان مهم، ما نبغى هذا سريع، ما نبغى. لاين السريع على اساس شو يفكنا منو منو؟ مفروض بالعكس احطيه. عادي عادي، صار شوي هناك مو مشكلة. وهني ابجريد كامل سويت له تقريبا، بسوي له شوي زيادة الحين. صبر، حصلت مكان ضروري حقه الابجريد اللي هو اللي تو نحن سويناه. هذا مكان ضروري للابجريد اساس يمشي الحديد، لانه بالطريقة هاي ما راح يمشي الحديد. شوفوا الحين قام يمشي، الحين بيكفيهم. اوكي هذا تبدل، شوف كان هذا البوتل نك مالنا كان اللي ما يخليه يتمشى. الحين بيشتغلون اكثر، بيبدؤون يفضون اكثر. يعني المشكله مش في الحديد، لان القطار فل ما مقصر صراحه، قطار مش مقصر. حلو، اذا هاي مش ملحقين ممتاز ممتاز. اذا يوصل والله ممتاز، عفي عليهم. هاي الامور الصغيره اللي تسوي فرق وايد. بس انا عندي احساس ان في مكان مش ابجريدت. الحين اسرع احس ولا كيف ترتيبه؟ من صدق بعدها مش سريع كفاية، بعدها مش سريع كفاية. مفروض اسوي مكان مركزي يوزع للاثنين، يعني اجيب من هذا لين هني من تحت يوزع للاثنين بالتساوي. هاي الطريقة بتكون وايد افضل، يعني الغي هذا شيء، الغي هذا الشيء هذا، وسوي بالعكس، تكون العملية بالعكس. بس ما راح تكون سهلة ترى العملية، ابدا ما راح تكون سهلة. بس ما ادري اذا الانتاج عندي قام يزيد الحين، محتاج ازيد الانتاج. اذا ارفع القطار فوق واخلي المكان اللي يستوي له افلود مركزي، او تعالوا انا عندي لكم راي. وين الصناديق مالي؟ هني صح، بسوي مكان بالعكسية مهني، بخلي هذا حق الخط هذا، بنسوي افلود ثاني حق خطوط ثانية على اساس يمشي اسرع، لان هذا ما يقدر يوصل لاخر شيء. مشكلة اذا خطفت قدام القطار الحين بالغلط، يا ويلي بيهرسني، ما بموت الصراحة الحين، مش وقته ابدا. بسوي نسخة عن الصوب الثاني، هني ثلاثة مثلا. وين السبيد ارم؟ وين صار هذا السريع مثلا؟ هذا حق الافلود، هذا حق الاندود افلود. اوكي، وهذا بيجيب دايركت. ابى اجرب شيء، لحظه خلنا نجرب شيء. اذا يجيب سبلتر ويجيب نوعين داخل، صبر خلنا نشغل هاي له. انزين نجيب هذا وهذا، مش هاي، لا هاي ما نبغاهم الحين، نبغى هاي الحين. اوكي، وخلنا نسوي زيادة منها. وبيرجع لنا القطار الحين صح؟ احنا الحين شو نبغى؟
نبغى سبلتر، هذا سبلتر. اذا بيسوي له سبلت كيف يكون شكل السبلت؟ ابغى اشوف اذا بيسوي لهم سبلت بشكل صحيح بيكون ممتاز. هذا الجروب هذا ناوي عليه، تشوفوا شوفوا شوفوا حرب طاحنة هني. زين في ايوه عندهم هاي اللي بالي فليم ثرور هذا اقربه، تبون صدق دمروا اخر شي ترى. افا انا شو اللي ذبحني؟ ايه يوزع بالتساوي مو مشكلة، رجعني عند هاي مشكلة. خلنا نشيل هذا زين، حطي هذا هني، نشيل الفليم ثرور اشوف اذا منه فايدة هني فليم ثرور، لان كل يوم من نفس المنطقة. بشوف مرة ثانية هجوم ثاني شو بيستوي. خلنا نرجع اشيل الساماني، اظني انا وقفت تحت القطار ولا شيء وانا متحمس. ما هذا ان العجوبة صحيح، العجوبة نعم. هل تنتجون انتو ولا انتاجكم موقف؟ انا بسوي محطة بترول بعد ثالثة حق الشغلة هاي. وين متنا؟ هذا انا وقفت تحت القطار، قلت لكم اكيد وقفت تحت القطار وجبت العيد. حسيت اني غايب العيد. يا الله المليون شيء اللي عندي ترى الحين كل شيء تخربط من اول وجديد. اخر مره مت نفس الشيء. زين حبيت اشيل هذا وبنحاول محاولتنا الأنيقة. لحظة خلنا نشوف إن شاء الله يضبط. أوكي وايد أوكي، مش أوكي وايد أوكي ترى، لأن حبيبي السبليتر مالي هذا صح. شو بسوي؟ بجيب هذا هني، بجيب السبليتر هني، سبلتر بيكمل شغله صح. بشيل هذيل كلهم كلهم كامل 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 بشيلهم. ما اظن بيكون عندي مكان كافي بس اوكي. بس في سبلتر اسرع ترى بعده، سبلتر وايد سريع. دمج برو دمج، لا ابا تورت تورت مالي وين دمج. يلا بيهجمون علي انا عارف. زين as fast as I can يعني. افا عيب يا جماعة كيف ترتيب، فضحتوني قدام العالم. الحين كم يسوون لود اوف لود الحين هني مشكلة ثانية هاي الصراحة. الحين هات الحين يصير هات الحين يبالنا سبلتر سريع. لحظة صراحة يعني سبلتر بطيء ما عاد يقزر. شل هذا ونيب اندر جراوند سريع. ما عليه ترى البترول شوي لكم عليه.
زين الحين الخطار بيروح بيرد يدخل عليه موارد دبل الحين المفروض، لأن في موارد من هنا قاعد تنحط اوكي وتفول الخط، فالمفروض انه يوزع على وين؟ ما شاء الله سريعين والله في الانتاج، يعني هات تراني مش ملحقه مو القطار بعيد اوكي، وين صار ارم؟ هذا هو الارم ترى هني بعد لازم الحين ابدا اسوي ابجريد كامل، لان خلاص ما يكفي مكان واحد ابجريد، لازم اسوي كل مكان ابوك ترى لو خمني هذا بصيح والله لصيح. ترى بس دقيقة يتم واقف انا اشوفه اكثر من كفاية، ما يحتاج اكثر، بس لازم نحل مشكلة الموارد هاي من جذورها، يعني الحين توزيع صعب لان باكر اوكي اذا بوسع المكان اكثر لكن الفيدر ما ياسي لحق، هاي مصيبة ترى. نحن الحين لازم نبدا نعرف زين من هني، وقبل ما محتاج انا السريع الصراحة، محتاج من هني يكون العملية سريعة شوي، محتاج سبريتر واحد سريع، شل البيب هذا لان سبريتر خلاص استوت العملية كامل سريع، يعني قد ما ينزلون هذيل يستقبل الخط خلاص يستقبل الخط، فيزيد الانتاجية بشكل جميل. بعدها يصير في ترسة مال القطارة، بعدنا ما نحتاج نزيد التاجيات هناك، بس هني قاموا تشوف الصفوف اكثر تشتغل ممتاز ممتاز، بس بترول ما عندي، ما قام يجيب بترول، خلنا نشوف شو موضوع البترول. يلا دامكم شغالين الحين عبوا المكان مؤقتا، البترول هذا بيكون بطيء، يمكن استعمل مكانه فحم، بس بمد من الصوب الثاني هني لهوة شكلي بيب مهني فحم خلاص، بس الجزء من فحم بيبهني تك تك تك، تركب فيه فحم اذا خلص البترول من مشكلة، هذا مرة طيب الفحم ما شاء الله مغطي. انزين الحين خلنا نشوف صديقنا بروسيسنج يونت، خلاص الحين صار عندنا انتاجية، مفروض كل شيء انتاجية تتعدل اموره تتغير، كان عندنا مشاكل هجوم، عندنا مشاكل كذا، عندنا بعض المشاكل، ما كان عندي اسوي لوجستيك، الحين استوى عندي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 انتم مش محتاجينكم سريعين، سريع مكلف ترى صراحة مكلف، زين انتو شغلتكم تنتجون الاحمر، امسكوا تنتجوا الاحمر لين تقولون امين، انتو شغلتكم تنتجون البنفسجي، لكن المشكلة وين؟ مشكلة احنا كل هذا والحين ما يبنى بليت، صرت صلحت مشكلة البليت ولا يبت البليت، هني عندي نقص بليت ولا هني اوكي تمام بليت تقريبا يوصل، ف تمام تمام تقريبا يوصل تمام، بحل مشكلة البحث العلمي عقب، الحين بنتج هذا الصراحة. بني بيب هني ترى عرفتوا، بدنا نجيب بيب والبيب يجيبونا يا اصدقائي من هني، زين خلنا ننتج شوية بيبات، ما عندي بيبات انتج يا ود، خلنا اصير اسرق البيبات من هناك دام اللوجستيك هاي التعبانين ما يبولي، انا حاط صندوق، اظني كنت حاط صندوق صح، ما كنت حاط صندوق البيبات، انا عند البيبات هذا زين، ابغى البيبات مو في الصراحه، قاعد اسوي بيبات
الحين من أول وجديد تعيست. زين ما عندنا هني مثل ما أظني نظر إني بتر من فوق. أتمنى المشكلة انحلت في الحركة اللي سويناها فوق، بس بنشوف عقب. الحين خلنا نشوف الهندسة هني. زين هذا هني هذا هني هذا هني ابغى امشي في الوسط، ف استعمل هاي الاساس اني امشي وين في الوسط. اكيد طبيعي ليش يكون عندي من الحديد. اكيد شوف فوق قام تستوي زحمه حديده. اوكي تستوي شوي زحمه، اكثرهم قام يشتغلون. شوف وينهم مش كلهم لكن اكثرهم اللي هني بيكدون كد صراحة. لكن هي بكميات ترى حلوة. انه مش قاعد يوقف ترى اوكي شيء ممتاز. هاي قاعد يوقفون لانه في زحمة حديد. خلنا ننزل مرة ثانية تحت. نبي حديد كنا صح، حديد بنيب من هني حديد عادي بسيطة يعني. شوف ما عندي سبلتر، هي عندي حيد انك عندي سبلتر. نجيب هذا هني بس مشكلته هناك عادة لازم يوفر لي هو مشكلته صراحة. لازم هو يوفر لي صراحة على كثر المصانع على كثر ما تنقصنا موارد ترى. والله تحسبت ايليان هذا يوم نزل البلاستيك من فوق قلت يخرب بيتهم وصلوا هني. هذا هني ولا هني كان يبغى حديد؟ هني يبغى حديد. اوكي ممتاز وصلتك. بس ليش ما في مي؟ لاني ما وصلته. very nice. نبى مي هني لان في تحت بيب اوريدي. ما بخرب البيب ترى وايد سهل اني اخترب البيب على فكره. أنا مش قضيه يعني تخرب بيب خمس دقائق. هذا استوى في مي بيعبي لنا هذا شوي. الحين بعد شنو نبى؟ ليزر تورت طوره. نبى دفاعات. هاي القام يستوي مجربين هذا نزيد مستوي هني هني. اوكي الحين شو بنحطي الذراع؟ شو طويل وليش الذراع طويل؟ ما فيها ليش بعد لانه هو اللي يقدر يشيل الانتاج. اما هالحبة انا ما حبيته منها هالحركة الصراحة. ما عقلية الا ازفت مكان. جدا سيني بهذا هني نجيب هني نحطي اندر جراوند ونجيب هني ونحطي اندر جراوند طلع هني. اوكي الحين نحطي الارمز. ليش حطيت هني؟ شو الواحد هني
واحد هني واحد هني واحد هني واحد هني، واخر شيء نطلع انتاجه. مش مهني مش كذي طلع انتاج، كذي طلع انتاج. شكرا طلع عندنا انتاج. هذا كله حق بحث علمي على فكره، في نهايه اليوم هذا كله راح يروح جم صديقنا هذا، بس هذا اصلا مش ملحق يعني، اصلا مش ملحق. وين انا اعترض بشده ان هالمكان انا وايد ابني فيه، محتاج شيء نفس هذا. فاساسيوني روبوتاتي يجيبوا لي سمن. هذا انتجنا واحد. انت طلعت روحي انت. يا الله وين يبا يبان يجيب له بتاري من اخر الدنيا. تخسي ننتج هني بتاري. بتاري شو يبغى له؟ كيميكال بلانت. زين تجيب له كيميكال بلانت هني، حلو. تمد له بيب من هذا، يبغى له كبر ايرون بليت. بسوي تحت لانه اصلا يبغى له شغلتين، يبغى له هذا والثاني. فبسويه هني يا اصدقائي هني، وهذا بنسويه تي صديقنا التي. بشيل كل اللي عليه بس اخر شيء هامل ابغاه. زين على اساس شو نسوي؟ حطي سبريتر. صحيح كان تخمينكم في محل الصحيح. نسوي سبريتر سيدة لين هني حبة برا، نحطي سبريتر صديقنا الصدوق الخدوم الخلوق. زين ونيب كهرب، بس كهرب هني مكان غلط، نبغى كهرب هني، ونبغى بيب من عنده صديقنا. تسمح لي بس شوي يعني، عندك انت مكانين انتاج صح؟ بس ممكن تسوي لي بتاري. البتاري طلع لي اياهم من هني عن طريق ارم في كهرباء. ممتاز. زين من طريق هايل هني انت دخل السامان. شكرا صديقي، جزاك الله خير، انت انسان محترم وبالناس وخلوق. ما حصلت ببتري الا الحين. اظني هذا اخر بحث علمي، اظني اذا ما كنت غلطان. ما في عقبه بحث علمي اللي هي السويل، بعدين بنتفيق حق القاعده وحق الاختبارات وحق الانتاج وحق. نحن الحين مقضيين، وقلتنا كنا 20 حلقه ولا هذا بس حق البحوث العلميه ترى. بس هالكلام صراحه انا اشوفه ما يصير ابدا. سبيد موديول 1 يبقى العادي. ها امسك شيبه ناقص نحتك صح. بني بخط هني، ما بنوصلها طبعا. بني بصديقنا تي جوينت. والله ما ظني هذا بكيفي حق سبيد موديول، لازم اسوي اكثر وايد، لان الحين لازم ادب الانتاج منه. الالكترونيكس، لان الالكترونيكس ما يشوفوا قاعد يخطفون. بندب الانتاج الالكترونيكس. اوكي انا كان عندي وايد من هذه صح؟ ايه عندي وايد. شوفوا بندب الانتاج الالكترونيكس بكل بساطة بنفس الطريقة الأولية، ما بنخترع شيء جديد. يبقى لنا بس عمدان كهرباء، كمية حلوة، كمية مناسبة من أعمدة الكهرباء. قمت أتخبل شوي تراني في اللعبة، فسامحوني على كثر ما تحتاج أغراض هني، يعني شيء خرافي كمية الأغراض اللي ممكن واحد يحتاجها في اللعبة هذه.
شيء مش طبيعي يعني. الاوتوميشن ابدا مش بسهوله. شكرا جزاك الله خير. تنسون المحترم. شوفوا حتى هني على الاقل هني يبوا لي سامون. هناك بعدهم اظن ما تعودوا علي يبوا لي سامون. تب لهم. طبعا ليش انا اسوي هالشيء هذا؟ اساس انه بحط سبلتر بعدين. نعم صحيح سبلتر، قلت سبلتر. اني طفرت انتم كثر وانا اقول سبلتر صح؟ مو مليتم من السبلتر؟ ممكن ادق شفت لفت كليك شيء سويه شو اسمه بس ساحب علي انا كوبي بيست يعني. انا مش كيبورد نينجا. ناس في ناس يستعملون الكيبورد بشكل مش طبيعي الصراحة. دق دق على الكيبورد ويدق دق ويدق دق وما تعرف شو يسوي الصراحة. شيء مش طبيعي بعض البشر. والمكان اللي قلنا ما بنترسف شيء شوفوا كيف استوى الخريطة بكبرها اصلا قيد التطوير. انتم من صدق ما يستوي عقل السبلتر الحين ما غير ما اشيل هذا. لا لازم اشيل هذا بني بهذا دايركت وين على التي مالنا او ممكن بدون تي. لا لا لازم حركة التو وانتهى. انتجلنا الكترونيات جاينا كل شيء عندك في الدرب. لا تقعد شو السالفة هني. كسرت الشارع خربطت الدنيا أنا. زين والنيب هذا هني والنيب الانتاج ماله وين؟ في الاسفل. هي قلت في الاسفل. هي وين اصل خير روبوتات ما قام يبوا لي سمون؟ تعبانين الروبوتات صراحة. كنت بقول بفنشهم يعني لكن شو نسوي شغلي دي ما نقدر نفنشهم. ده عمل ايديا مش حقدر افنشه ابدا ابدا ابدا. دام مستوى عندنا جرين سيركت فنان يصير حق الجرين موديول. ما اعرف شنو نهاية الموضوع هذا بس اوكي ان شاء الله عادة. لاني ابا مد جرين موديول هني بطلع سبيد موديول مرة ثانية فوق فبتكون قصة طويلة شوي. زين شو محتاج شيء ثاني؟ هذا كبر كيبل يا ابوك الابو. ليش كبر كيبل؟ يعني انا لو ما نزلت الانتاج هني اوديه من قدام ترى احسن على فكرة يعني. وايب هذا من ورا بعدهم يهجمون الكلاب حيوانات. وين صار؟ ليش ما قاعد ينتج؟ شو ناقصنا؟ بلاستيك؟ ما يبقى بلاستيك اصلا هذا. ناقصنهم بتاع الغاز. لا تقول لي عادي عادي هذا يكون لان سويته ترى خرب كل شيء. ما عنده احمر كم يبغى؟ ليش يبغى له 5 و24 20 الكترونيك سيركت 20 الكترونيك سيركت 20. دائما عندي هذا. ويت انا عندي حديد هني صح وعندي كبر هني صح. ممكن نسوي شيء جديد مش شيء جديد يعني بس نزيد تاجية الالكترونيكس هنا. بما ان انا عندي مصنع
عندي مصنع كامل يعني حق بس حق الشغلة هذه بس فقط. ترى شي يبغى كبر كيبل تيبه وحديد حط سبلتر هني وسبلتر هني يعني نشيل هذا اوكي دبل سبلتر بنسوي قمنا نطور السبلتر شو نسوي قمنا نستوي دبل سبلتر دبل تشيز دبل عرفتوا زين ونجيب هذا وهذا وهذا يتحركون في وين بعد نحن ما نبغى بالطريقة هاي صبر انا ما نبغى بالطريقة هاي لانه هذا بينتج لي شيء وهذا بينتج لي شيء فاللي بيستوي انا بستعمل السبلتر لكن مش بالطريقة هاي ايش السبلتر من هني اوكي احط السبلتر وين هني بعد يبغى السبلتر لكن حان وقت زيادة شو انتاجية بعد مرة ثانية لأن هذا انتاجية الصراحة مؤلمة بالنسبة لي لأن الاحتياج له ما يوقف إذا حط واحد هني واحد هني ما يستوي لازم نرجع شوي التوريق يا صارت طبعاً ما في زين بوقف الحلقة عقبها هاي صبر خلاص شوي بديت أصدع شوي مش وايد لأن هذا محتاج هني واحد واحد اثنين ثلاث هني ليش أنا بسوي لحظة إذا أنا بعق هني صح محتاج قدام يكون شو هذا محتاج بينهم يمر هذا خط ثاني ركزوا معي انتو اللي هو بيشل المتل وبيشل هذا ورا بيكون هذا وهذا بيشل والله يا خسي ما شليتك مرة ثانية قلت بل بيشل هذا من هنا اوكي ما بينحط هنا بعد واحد عندي هذا واحد اثنين ما اعرف اذا بتضبط الكهرباء معاي بس بشوف لا كهرباء بتضبط ما في مشاكل حطي واحد هني واحد هني مش مشكلة يعني الكهرباء وايد بس هني اهم من اللي تحت ترى ما نبغى هذا نبغى هذا نبى كلنا كيبل كله كيبل نبى خلي نسوي مجموعة من هايل اوكي نحط الكيبل فوق زين بنحط يوم الكهرباء ثاني عادي لا تقعدون تصيحوا علينا وبنسوي قد ما اقدر الكترونيك سيركت خلاص طفح الكيل يعني قد ما يستوي انتج بنتج صراحة خلاص هني لازم المكان يكون فل ما يتوقف الصراحة لأن مو منه فايدة كل شوي واقف 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 انت شو بتسوي الكترونيك سيركت 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 الكترونيك سيركت الكترونيك سيركت خلاص انتاجية الكترونيك سيركت لازم توقف لدرجة تزيد هني لانه مو بشوي اللي قاعد اطرش انا من فوق الصراحة ولا وكل ما تزيد عندي دائرة كل ما احتاج شو اكثر كل ما احتاج مواد اكثر مش اقل الصراحة يعني معاناة شوي هاي السلسلة الإلكترونية
سلسلة إلكترونية ولا لا؟ ترى خلاص يعني، ترى الوضع ما يشجع الحين، بات الوضع الآن خطيرا على الصحة. العنفوانية، شو عنفوانية لا تسألوني، ما أعرف. شكله زين، ماشي ماشي. المفروض الثلاثة يكفونهم كلهم على فكرة، بس إذا ما في حال إنه ما يكفون مو مشكلة عادي، حطي واحد هني واحد هني واحد هني. هذا عنده كهرباء ولا؟ أقول أصلا في كل الأحوال برد بحط كهرباء، فخلك إذا في شيء أحطيه هني ما يوقفوا عواميد الكهرباء. وأكثر شيء واحد قاعد يحطيه هني. زين خلاص الحين بتحرطم شوي، تقولون عيوز. شوفوا شوفوا، أنا ما راح أخف إنتاج هذا أبدا. مغير ما أتدخل في إنتاج الباقين. هاي شو شغلتهم ينتجون؟ هذا بس شغلتكم في الحياة أسلاك، غرقوهم. أوه نسيت أحط أرز. هاي صدعة الدوائر الكهربائية. البلاستيك شغال، كل شيء شغال. الحين الإنتاج عندي أيوة زي الفل. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. زي الفل. الحين بينترس المكان هذا دوائر، خلاص بيتعبه. مفروض يوقف انتاج هايل. هايل بيستوي لهم ستاك شوي 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 شوي. حتى خلاص اظني ما احتاج اني اطرش من فوق لين تحت. الانتاج اللي قاعد انتجه ما له داعي، خلني اوفر انتاجي حق منو؟ حق الجماعة. طيب خلي اشيل السبريتر، بينفعني والله السبريتر دائما ينفع. خلاص الحين دوائر الكترونية وين بتدخل؟ تدخل هني، ما ابغى هني، ما لي حاجة هني. عندي هاي الخدان عندي بينفعوني، بسوي فيها شغلات، ببني كل شيء موجود، بس ان هذا يبخ زيادة شوي. هذا الزبط فيه موجود، لكن بعدهم يعبون. وين الارم؟ نحن قاعدين ننتج هذا الارم، بيشل 5 بونس لانه يحتاج 20 دائرة كهربائية. فهذا الزيادة في الانتاج فعليا مش زيادة. مفروض اصلا هذا والله غصب يمكن في النتر على فكرة. يعني الخمسة هاي وستة حتى مش خمسة غصب مكفين انتاجنا هني، ما قاعد يوصلون لاخر شيء. ايه اوكي قاموا يوصلون شوي، لكن ترى انتاج وايد، هذا مش شوي. بس انا عندي هني وايد وتحت شوية، بعد يهاجمون يطلعون روحي. هاي تعالوا، عندي رصاص، عندي جدار، لا مسيري بجدار. خلني بجدران شوية. عندي سلاح معبة، خلنا نبدل. عندي سلاح هني داخل. عندي لكن مدمرين الدنيا هذيل. قنتورت قنتورت. خلينا نحط هذا هني.
المكان ترى انتاجه كفايه انتاج تكلم، بس كهذا مش اوكي ابدا كموقع. 24 ساعة هجوم، الحين هجوم عليه من الصوب الثاني. اتمنى رشاشاتي يسوي شغل، يعني اذا رشاشاتي ما تسوي شغل انا بتوهق هناك. الرشاشات اللي سويتها تعالوا هذا بعد مفروض يوفر لهم دعم جميل. خلني يصير هناك نطالع شو السالفة. ترى مو بوقف هجوم هاليوم، الحين لازم ننتج البحث العلمي الجديد. شو باقي له؟ باقي له سبيد موديل بتري. بتري هنا ياسين ننتج عادي، بتري سوينا. الطريق الى البحث العلمي هذا مصيبة. علقت في البيب. كده عندي خط دفاع لكن بعيد شكله كان. وين الجدار؟ اشوف. شوفه والله يا شوفه. زين نسيت عمري انا. لحظة اوكي، اللي خايف يدفع هني. وين هني؟ ممتاز، الوضع حاليا ممتاز. خلاص هذا بالنسبة للحلقة الجاية، ان شاء الله الحلقة الجاية بيكون الطريق الى البحث العلمي الجديد. نشوفكم الحلقة القادمة بإذن الله بخير وسرور ان شاء الله.